جمال هو المسؤول لأنه شريك أصلي في الجريمة. مسؤول عن إيه؟ يجيب لنا حقنا ونصيبنا لغاية عندنا. نصيبنا في إيه؟ الله، في مال أبونا. مال أبونا الحرام؟ أنا فكرت ووصلت النتيجة. نتيجة إيه؟ افرض إن بابا ما كانش باع الأملاك ولا سحب رصيده من البنك ولا يدين المحل ومات قبل ما يطربقها فوق دماغنا بالشكل ده، كان هيحصل إيه؟ مش كان طبيعي هنورث كل حاجة ميراث شرعي على سنة الله ورسوله؟ آه طبعًا. والميراث اللي كنا هنورثه ده مش كان بالنسبة لنا هيبقى حلال 100%؟ أكيد، لأننا ما نعرفش مصدره. هنفرض بقى إن إحنا ما نعرفش مصدره لغاية دلوقتي، وهنسيب كمال يتصرف. إيه اللي بتقوله ده يا شكري؟ ما تعقدهاش بقى يا عادل، أنا ما صدقت وصلت للحل ده بعد تفكير مرير. وهو ده حل يا أستاذ. بصراحة أنا ما أقدرش على بهدلة نفسي وبهدلة أولادي. وتربي أولادك بمال حرام؟ ما أنا برضو فكرت في المسألة دي ووصلت فيها النتيجة. وإيه هي؟ أنا معاك إن المال ده حرام 100%. كويس إنك وصلت للنتيجة دي، لكن حرام بالنسبة لمين؟ تقصد إيه؟ المال ده حرام بالنسبة لبابا وبالنسبة لكمال بس، لأنهم هما اللي تاجروا في مخدرات. إنما إحنا، إحنا إيه بقى؟ ضحايا، أبرياء، ما ارتكبناش أي جريمة في سبيل الحصول على مال حرام. أنت جرى لعقلك حاجة يا أستاذ؟ ولا عايز تحلل الحرام بأي شكل؟ الحرام إحنا ملناش يد فيه، وإنما الأعمال وبالنيات، وربنا عالم بنيتنا النظيفة وظروفنا المهببة. يعني تفتكر إن ده مبقاش تلاعب وتزييف في الدين والشرع اللي بنعيب عليهم بابا؟ لا، مش تلاعب. ازاي بس يا استاذ؟ مش ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا اكل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ ايوه. افرض انسان تاه في الصحراء وكاد ان يموت جوعا وما لقاش قدامه غير غزاله ميته، ياكلها ولا يسيب نفسه يموت من الجوع؟ بصراحه انا ما اعرفش ايه حكم الشرع في الحاله دي. ياكلها، ياكلها وياكل ابوها. طيب ما تيجي نسأل واحد عالم يفتينا في الحكاية دي. هي دي محتاجة فتوى. ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ربنا قال كده. يعني انت شايف كده؟ طبعا. امال عايزنا نتهزأ ونتفضح قدام الناس؟ بس انا خايف. خايف من ايه بس؟ يا شكري، يا شكري، دي لعبة خطيرة. كمال هو اللي هيلعبها لوحده، دي شغلته، احنا علينا نقبض نصيبنا وبس. وافرض انه اتقفش، يبقى اخد جزاءه الطبيعي واحنا مفيش علينا اي مسؤوليه جنائيه. والمسؤوليات الادبيه والفضيحه، تناسي ان كمال ده يبقى اخونا؟ ساعتها يبقى نتبرى منه وكل عيله فيها الصالح والمنحرف. هتبقى مصيبه، مصيبه كبيره. مفيش اكبر من مصيبه الفقر والإحساس بالذل والعار قدام الناس. البضاعة هتوصل كمان 3 أيام. إزاي يا سعادة البيه؟ ده لسه فاضل 10 أيام على الميعاد اللي جنابك مديهولي. الظروف اتغيرت، عشان كده بعت لك تقابلني. أيوه بس. بس إيه؟ المفروض تكون مبسوط. صراحة أنا لسه مش مستعد لاستلامها. جنابك عارف إن رجالتي كلهم راحوا، ولسه. لسه إيه؟ لسه ما دبرتش رجاله اثق فيهم. دي مش مسؤوليتي يا كمال. البضاعه اتحملت على المركب وزمانها في الطريق، وبعد 3 أيام هتتصبر في الميه في المكان المتفق عليه. يعني مش ممكن يا فندم؟ ما تضيعش وقتي ووقتك، روح اتصرف ودبر حالك. حاضر يا سعاده البيه. ما بدهاش بقى. طب حير نفسك ليه؟ قول لاخواتك اذا كانوا عاوزين يحفظوا حقهم يكونوا يساعدوك. ما كانش خلاص اتصرف انت. شوف لك حد يساعدك ويقسمك في البضاعه، يبقى انت كده طلعت بنصيبك. كان نفسي اجيب لهم نصيبهم من غير ما اقلقهم واعرضهم للخطر. بيتك ايه تعمله وما عملتوش؟ مش هاين عليا اضيع حقهم او انت كده؟ ده كل واحد فيهم نصيبه 1,000,000 جنيه. مفيش حلاوه من غير نار، واللي عاوز حقه بقى يجي يفوق. انت حطيت على نفسك عليهم ولا ايه؟ هدي التليفون بقى، ده برضه مكان تجيبنا نتكلم فيه. ده انسب مكان يا استاذ.
كل الناس اللي فيه شياكه، محدش دريان بالتاني. يا متر تشربوا ايه؟ انا محتاج واحد ويسكي هدي فوران اعصابي. وانت يا استاذ؟ زي اتنين ويسكي وواحد عصير ليمون سكر تقيل. مين قدك انت يا رايق اللي بتشرب عصير ليمون؟ اصلي ما بشربش خمر ابدا. ليه بقى يا سيدي؟ عشان حرام. بتضحكوا على ايه؟ ربنا يكملك بعقلك يا امير. انا مش قادر افهم ازاي بتصلي وبتتاجر في المهببات دي. وانا مش قادر افهم ازاي بتشربوا الخمره وتستحرموا المهببات دي. مدرب، مدرب على كل الاجابات. اللي خلف ما ماتش طبعا. وليه يا شرف؟ الف رحمه ونور عليه. ندخل في الموضوع، انت عايزنا في ايه؟ عاوز اقول لكم ان الوقت ازف والبضاعه هتوصل كمان 3 ايام. طب ما تتصرف. لوحدي ما اقدرش، لازم حد يساعدني في الاستلام والتخزين. طب ما تجيب حد يساعدك. مش لاقي. مش لاقي يعني ايه؟ ما البلطجيه والمجرمين مالين الدنيا. ثلاثه بمعرفتك تكون ضامنهم عشان ما يلعبوش بينا. انا برضو اللي اجيب لك يا افندي. انا راجل مسؤول، فاهم يعني ايه راجل مسؤول. بلاش انت، الدكتور يشوف لنا حل. ما تقولش الدكتور، الدكتور ملوش اي صله لا بالبلطجيه ولا بالمجرمين. مين قال ان احنا عايزين مجرمين؟ احنا عايزين ناس نضاف ملهمش اي سوابق. يعني اجيب لك ثلاثة من ملائكة الرحمة يساعدوك في تهريب المخدرات؟ شش صوتك يا اخي، ما تبقاش مجنون. ما هي حاجة تجنن فعلا. طب والعمل؟ اتصرف يا كمال. ازاي؟ يعني هتسيب حقك يضيع؟ انا حقي برقبتي ومش ممكن افرط فيه ابدا. دول مليون جنيه. طب يا اخي ما تجيب لنا حقنا معاك. يا ريت، انا كنت اتمنى اجيب لكم حقكم من غير ما احطكم في مواقف زي دي. صدقوني ده انتوا اخواتي وماليش في الدنيا غيركم. طب ما تنقذنا من المصيبة دي يا أخي. أنا مش هقدر أنقذ غير نصيبي ونصيب الولاية، أمي وأختي ليلى. عجايب يا أخي، وإحنا كخة؟ يا سيدي اعتبرنا من ضمن الولاية وارحمنا. يا جماعة، يا جماعة حاولوا تفهموني، أنا قدامي ناس تساعد مش لاقي. الله، أمال بتهرس فينا كده ليه؟ بس يا دكتور الناس دي أجرتها 50% من الصفقة. يعني هياخدوا 2.5 مليون من 5 مليون. 2.5 مليون؟ ده جشع واستغلال. وبرضه ما أضمنش ألاعيبهم وحركاتهم. لانهم طماعين والغدر في دمهم. هذه المصيبه السوداء. انتوا مأزمينها ليه؟ المساله بسيطه. طبعا. ما هو شيء مش جديد عليك. كل شيء في اوله صعب. المهم ان احنا نخلص وكل واحد ياخد حقه وننتهي. ما احنا هننتهي فعلا. انا شخصيا بقى منسحب من اللعبه دي. بصراحه انا مش قد اللعبه دي. عن اذنكم. على فين؟ هروح. اقعد يا اخي انت كمان، خلينا نتفاهم. هي بقى فيها تفاهم؟ اقعد بس اشرب لك كاس. طب لي كاس بسرعه كمان.